هذه اتفاقية بين الحكومة المغربية والخطوط الملكية المغربية، يعني عقد برنامج استثماري بامتياز حتى إن شاء الله 2037، اللي غادي يخلي أنه اليوم كاين 50 طائرة اللي كاينة في لافلوت ديال رويال إير ماروك، اللي غادي تمشي حتى 200 طائرة في 2037، وهذا الشيء غادي يخليها إن شاء الله من الشركات الكبرى العالمية وجهوية، وغادي تلعب الدور ديالها في يعني في القارة الإفريقية، وتواكب المشروع الكبير كذلك ديال صاحب جلالة ديال التنمية السياحية في بلادنا. وهذا الشيء هذا غادي يكون فيه يعني واحد اجتماعات بانتظام، لان كل سنه خصنا نديرو تشوفوا التاهيل واش تم، واش الاستثمار تم، وكذلك السوق كيفاش كنتعاملوا معاه في المستقبل. وان شاء الله نتمنوا التوفيق للخطوط الملكيه المغربيه باش تلعب الدور ديالها في مع المواطنين، مع السياح، مع التنميه اللي بغاها سيدنا محمد. وشكرا لكم.